شاب يقول ما صليت منذ زمن، حياتي لهو وطرب، فجور وأغاني وزنا وخمر وكل شيء نفعله. يقول تواعدت مع أصحابي في ذلك اليوم لنذهب إلى دار للسينما، طبعا هو لا يحب. صبرت عليه، نصحته، ذكرته، ودعت الله عز وجل له. تقول وعد أصحابه ذلك اليوم العصر ليذهب مع أصحابه إلى السينما، تأخر أصحابه بقدر الله. جاء رجل أوقف السيارة أمامه، فنزل رجل فيه نور في وجهه، عليه سيم الصلاح، سلم عليه فرد السلام، لكن الغريب سلم عليه باسمه وناديه باسمه، قال عرفتني؟ قال لا. قال ذكرتني؟ قال لا. قال تذكر المدرسة الابتدائية الفلانية؟ قال نعم درست فيها. تذكر فلان الفلاني؟ قال نعم. أنت هو؟ قال نعم أنا هو. فنزلت اثنان يتعانقان ويسلمان على بعضهما ويتبادلان الأحاديث وذكريات الماضي. قال ما الذي أجلسك؟ قال أنتظر أصحابي نذهب إلى السينما. قال تعال معي واترك السينما. قال لا أنا على موعد، إن تأخر أصحابي أذهب معك. قال بس. وقدر الله أن يتأخر أصحابه. يقول فذهب معه، تقول فذهب مع صاحبه الصالح إلى مكان، يقول دخل فيه فإذا شباب جالسون ينتظرون أذان المغرب، وكلهم أمام مائدة فيها تمر ولبن وطعام. قلت ما الذي يجلسكم هكذا؟ قالوا ننتظر الإفطار. قال اليوم ليس برمضان؟ قالوا نعم نصوم تطوع. فقلت في نفسي سبحان الله، نحن حتى رمضان لا نجتمع هذا الاجتماع، حتى في رمضان ربما لا نصوم أصلا. يقول فجلست معهم، قالوا كل معنا. قلت لست بصائم. قالوا لا بأس شاركنا. يقول فأكلت معهم ثم توضأت وصليت معهم المغرب. يقول لأول مرة أصلي منذ سنين. يقول فدمعت عيناي وخشع قلبي وسكنت نفسي. يقول وبعد الصلاة أحسست أنني كأنني في عالم آخر، كأنني خرجت من قبري، كأنني حييت بعد موت، كأنني أعيش بنور بعد ظلام. يقول رجعت إلى البيت في تلك الليلة، طرقت الباب، خرجت زوجتي فزعة، قلت ما بك؟ قالت له سبحان الله أول مرة تأتي مبكر منذ زواجنا. قلت لما؟ قالت طوال عمرك تأتي متأخرا. فأخبرها بالقصة، فرحت الزوجة واستبشرت. وقلت له طالما كنت أنصحك بالتوبة لكنك لا ترضى. تقول الزوجة فنام أول مرة مبكرا. تقول آخر الليل استيقظت من نومي ما وجدته في الفراش، فلان فلان ليس على السرير، خفت. تقول بحثت عنه في الغرفة غير موجود. خرجت من الغرفة، غرفة النوم، أين أنت يا فلان؟ بحثت عنه في البيت. تقول فوجدته في غرفة من الغرف في آخر الليل في ظلام الليل، ماذا يصنع؟ تتصورون ماذا يفعل؟ وماذا يفعل هذا الرجل الذي ظل طوال حياته في ذنوب ومعاصي؟ تقسم الزوجة، دخلت عليه في الليل وجدته قائما يصلي قيام الليل. الله أكبر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تقول الزوجة الصالحة قلت سبحان الله، كنت أنصحه فسبقني اليوم، قلت أتوضأ وأصلي وراءه. فذهبت تقول فتوضأت، ثم رجعت بعد زمن، دخلت عليه الغرفة فوجدته ساجدا، انتظرت حتى يرفع رأسه فأصلي وراءه بعد هذه الركعة. تقول لكنه طال سجوده. كل هذا خشوع؟ كل هذا دعاء؟ نعم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تقول لكن السجود طال، ولكن الفترة طالت. تقول انتظرت لكني بدأت أخاف عليه. تقول فناديته فلم يجبني، صرخت فلم يرد علي. تقول حركته سقط، نظرت إليه فارق الحياة الدنيا وهو ساجد بين يدي الله. قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه رحمة الله،
لو أن الله عز وجل تركه وهو لم يذهب مع ذلك الرجل الصالح ولم يصلي معهم ولم يبدأ ليلته، كيف سيكون مصيره؟ الموت ما يتأخر، لكن هو أدرك نفسه. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قد تكون الليلة يا عبد الله، قد يكون هذا النهار. لما لا تدرك نفسك يا أخي الكريم؟ لما لا نتدارك أنفسنا؟ إذا كان الرب بهذه الدرجة من الرحمة ومن المغفرة ومن يعني بسط يديه للتائبين، إذن لما لا نقبل عليه جل وعلا؟ نبع عبادي، الله يقول لنبيه يا محمد أخبر الناس، نبع عبادي أني أنا الغفور، أني أنا الغفور الرحيم. الذين أحرقوا المؤمنين في سورة البروج، تعرفون السورة، أحرقوا المؤمنين وفتنوهم عن دينهم، كل من آمن بالله أحرقوه، هؤلاء الناس المجرمين الطغاة فتح الله لهم باب التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، أي إذا تابوا ليس لهم عذاب جهنم. من يحول بينك وبين التوبة؟ ابدأ يا عبد الله، اعزم، تقدم، توكل على الله، قل يا ربنا اليوم أنا تغيرت، أنا لست ذلك الإنسان الذي ينام عن الصلوات ويهجر القرآن ويترك الأذكار ويفعل الذنوب والمعاصي، لا يا رب، من اليوم أنا إنسان آخر.